أهلا وسهلا بكم في اللقاء الثالث عن الأماكن الأكثر عرضة لتكون القراح السريرية. في البداية واستكمالا لما تحدثنا عنه في اللقاء السابق، هنالك أربع عوامل تشكل مجتمعة الأسباب الرئيسية الأكثر شيوعا لتكون القراح الضغطية. نحن نتحدث عن قلة الحركة للمريض، انعدام أو قلة في الإحساس، وهنالك أيضا بعض العوامل الداخلية للمريض والمتعلقة بالتروية الدموية ووجود التغذية وأيضا قدرة الجسم على بناء الأنسجة التي تم تحطمها نتيجة للضغط، وهنالك أيضا العوامل الخارجية والمتعلقة بشكل أساسي على مقدم الرعاية الصحية. نحن نتحدث هنا على التمريض أو مقدم الرعاية الصحية في المنزل. هذه العوامل مجتمعة تؤدي وتعزز تزيد من احتمالية تكون القراح السريرية أو القراح الضغطية. لكن أين هي المناطق في جسم المريض الأكثر عرضة لتكون القراح الضغطية؟ في البداية ومن تعريف القراح الضغطية، فإن أي بروز عظمي، أي منطقة فيها بروز عظمي، هي من المناطق المعرضة لتكون القراح الضغطية. لكن يجب علينا هنا أيضا أن ننبه على أن هنالك بعض المناطق الأكثر شهرة في تكون هذه القرح، والتي يجب علينا كممارسين صحيين الاهتمام بالنظر والتقييم والعمل على تخفيف الضغط على هذه المنطقة. أهمها وأشهرها هي منطقة أسفل الظهر. سنفصل إن شاء الله في اللقاءات القادمة على الفرق بين السايت واللوكيشن، لكن إلى الآن سنتعامل مع هذه المنطقة كلها على أنها اللو باك أو الباتوكس أريا أو الساكرام أو الساكرال، مع احترامنا لوجود الفروقات في هذه التسميات. المنطقة الثانية هي منطقة التروكانتك أو تروخانتك، أو المنطقة الخارجية من الحوض. أضف إلى ذلك أيضا منطقة قاعدة القدم الهيل، ولذلك نطلق دائما على الجروح التي تحدث في الهيل بأنها الجروح الصعبة، حتى أن في اللغة الإنجليزية في الوند كير معروف إكسبريشن تعبير يقول دائما هيل نيفر هيل. نحب أن نضيف أيضا منطقة الكوع، منطقة الركبة خصوصا الجزء الداخلي منها، الداخلي القريب من مركز محور المريض، محور الإنسان. نذكر أيضا منطقة الأكسبيتال وهي المنطقة الخلفية للرأس، منطقة الأذنين، كلاهما من المناطق الأكثر، من المناطق المهمة الانتباه عليها والاهتمام بعدم حصول ضغط عليها، مناطق الأصابع كلها. ونضف إلى ذلك أيضا في بعض الأحوال عندما يكون المريض أو حالته أو الحالة تستلزم وجود المريض على وجهه prone position، مقلوبا نائما على بطنه، فمناطق الوجه كلها من المناطق المعرضة أيضا لحدوث القرح. في الختام، هذه المناطق الرئيسية التي يجب علينا أن يكون الاهتمام بها اهتماما زائدا، ونود أن نشكركم، وإن شاء الله نلتقي فيكم في الفيديو الرابع في المحاضرة الرابعة.